الرحمن الرحيم، انا دكتوره هاله الوكيل، استاذه امراض الباطنه، كليه طب جامعه اسكندريه. احنا طبعا بنهنئ نفسنا قبل ما نهنئ اي حد ان احنا خدنا الاعتماد، وده مش مجهود واحد، ده مجهود الكليه كله، فرد فرد من اعضاء التدريس، من هيئات معاونه، من طلبه، من ناس ساعدونا بره الكليه، من هيئه من الجامعه كمان ساعدونا جدا، من الكليات الاخرى. فاحنا بنشكرهم على انهم وقفوا معانا، وربنا يسهل في نزيد في تقدم ان شاء الله، ونتمنى لكل الكليات انها تاخد اعتماد زينا.